رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا. ودلوقتي هنروح معاكم نشوف ازاي الجرايد تناولت اخبار نادي الاهلي النهارده. هنبتدي مع المساء. الاهلي يذاكر كامبالا سيتي. كارتيرون شاهد 6 مباريات سابقه لبطل اوغندا لكشف نقاط القوه والضعف. اداره الاحمر تطلب زياده التذاكر ل 20,000 تذكره. أخبار الرياضة. برغم الوصول للدور الثمانية ثلاث أسباب تدفع نادي الأهلي لالتهام كامبالا سيتي. اليوم السابع كارتيرون يعيد القوة الضاربة للأهلي أمام كامبالا سيتي في برج العرب. الجمهورية حشد أسلحته لضرب كامبالا. الأهلي يرفع الحذر ويستعين بمؤمن. الأخبار المسائية. انفراجة في أزمة مؤمن. الأهلي يدرس بطل أوغندا بالفيديو ويوسف يصف المباراة بالصعبة. الشروق. الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة كامبالا سيتي الأوغندي. واستدعاء مؤمن زكريا. صلاح محسن مرشح لقيادة الهجوم بجانب أزارو ومعلول يعود لمركزه. الدستور. مجلس الأهلي يناقش مشروع اللائحة وآخر تطورات قضية الهرب كوليبالي. اليوم عودة الشناوية وفتحي أمام كامبالا وكارتيرون يستدعي مؤمن. الوفد. اليوم مؤتمر صحفي لكارتيرون قبل مواجهة بطل أوغندا. الأهلي يجدد طلبه بنقل مبارياته الأفريقية للقاهرة ويناشد الجماهير التشجيع المثالي أمام كامبالا. أخبار الرياضة. كارتيرون يعترف بشجاعة الأداء. لا يعجبني والظروف السبب. طبعا كل الاخبار الموجوده النهارده في الجرايد لها صوت يعلو على صوت مباراه النادي الاهلي وكامبالا سيتي الاوغندي في دوري ابطال افريقيا. هنبتدي مع جريده المساء اللي قالت ان النادي الاهلي بيذاكر كامبالا سيتي وان كارتيرون شاف 6 مباريات لكامبالا سيتي عشان يعرف نقط الضعف ونقط القوه في الفريق. وبالنسبه لاخبار الرياضه فقالت ان في 3 اسباب بتجبر النادي الاهلي ان هو يهتم بمباراه كامبالا سيتي ويحرص على الفوز بها. اولها ان الفوز طبعا زي ما قلنا قبل كده وكمان الكلام ده كان امبارح في حلقه امبارح مع الدكتور طارق الادور. النادي الاهلي لازم يكون حريص جدا ان هو يحتل المركز الاول عشان يتجنب ان هو يلعب مع الفريق صاحب المركز الاول في المجموعات الثانيه. ثاني حاجه طبعا ان فوز النادي الاهلي هيكون بمقام رساله قويه جدا لكل الفرق المشاركه في البطوله. رسالة بتدل على قوة النادي الأهلي وعلى قدرته أنه يحقق الفوز على أرضه وبره أرضه كمان. ثالث حاجة طبعا أن الفوز هيعيد الثقة للعيبة النادي الأهلي وثقة طبعا للجماهير في لعيبة النادي الأهلي بعد عدم الرضا عن أداء الفريق في مبارياته الأخيرة في الدوري المصري الممتاز. بالنسبة بقى لليوم السابع، اليوم السابع قال أن كارتيرون بيعيد القوة الضربة لفريق النادي الأهلي. وفي نفس الإطار قالت الجمهورية أن كارتيرون حشد أسلحته كلها عشان يضرب كامبالا. وكمان اتكلمت عن عودة مؤمن زكريا لقائمة المباراة. بالنسبة للشروق فتكلمت عن قرب صلاح محسن من قيادة هجوم النادي الأهلي جنب وليد أزارو ورجوع كمان علي معلول لمركزه كمدافع أيسر بعد طبعا ما وظفه كارتيرون في وسط الملعب في مباراة حرس الحدود في الدوري المصري. نروح للدستور. الدستور قال ان الشناوي وفتحي جاهزين للمباراه. وبالنسبه كمان للوفد فالوفد قال ان التركيز على طلب النادي الاهلي بنقل مبارياته الافريقيه للقاهره. وكمان كان النادي الاهلي بيناشد الجماهير بالالتزام بالتشجيع المثالي قصاد كامبالا سيتي. وكمان قالت برضو ان كارتيرون متمسك بالثنائي الهجومي ازارو وصلاح محسن. اخيرا بقى في اخبار الرياضه كان في حوار مع باتريس كارتيرون وقالت الجريدة أن كارتيرون اعترف بشجاعته عن عدم رضاه عن أداء النادي الأهلي وأن الأداء ده مش عاجبه. ولكن قال برضو أن ده بسبب الظروف اللي اضطر معاها أن هو يشرك عدد كبير في المباريات ويعمل النظام طبعا التدوير اللي كنا بنتكلم برضو عنه امبارح ما بين اللعيبة عشان يتفادى الإرهاق والإصابات بسبب تلاحم المباريات. لأن طبعا زي ما أنتم عارفين أن النادي الأهلي بيلعب تقريبا مباراة كل 3 أيام وده أكيد هيكون حمل بدني كبير جدا على لعيبة النادي الأهلي خصوصا طبعا أن اللعيبة راجعين من فترة راحة كبيرة ده طبعا بعد كاس العالم. دلوقتي نطلع لفاصل سريع وبعد كده نرجع نكمل معاكم فقراتنا في كلام في الميديا. خليكم معانا.